خليني أرحب بدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الكرة الأسبق. دكتور ثروت مساء الخير فندم. تخيل ده معزة زي حضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. أهلا شايف بحضرتك. اللي حصل النهاردة في إسماعيلية إزاي الصبح؟ والله أنا بكلم حضرتك طبعا وأنا في المدينة المنورة في السعودية، دعواتك فطبعا بقى لينا ودعواتك لمصر بقى، كل طبعا سنة وحضرتك طيب. طيب، وعاوز اقول لحضرتك يعني كنت طبعا لي الشرف ان انا المفروض احضر المؤتمر النهارده، بس طبعا اعتذرت لان موجود في السعوديه. عاوز اقول لحضرتك امبارح كان في جمع كبير جدا من اكتر من دوله بيتكلموا على مصر والطفره اللي بتحصل، وطفره انشائيه وطفره في الطرق وطفره في كل المجالات. يعني في عهد 9 سنين اللي فاتوا دول اللي شافته مصر مع السيد الرئيس، التاريخ هو اللي هيقول. يعني حضرتك لما الناس اللي بتتكلم على العاصمه الاداريه، كنا عاملين في ساحه الشعب قرعه الدوري الممتاز. مش عاوز اقول لحضرتك الاعجاز اللي في العاصمه الاداريه والحاجات اللي احنا كان حلم. هل الحلم ده كان ممكن الواحد يتخيل انه يحصل بعد سنتين ثلاثه؟ لا، صعب جدا. الناس لما بنقول كده طيب، كده من خلال متابعة وتخصص حضرتك يا دكتور ثروت، شايف انه في تقدم حصل في ملف الرياضة؟ اكيد طبعا. نعم، مش موضوع. انا عاوز اقول لحضرتك مراكز الشباب في الارياف تحديدا، احنا عندنا 5000 مركز شباب على مستوى مصر. عاوز اقول لحضرتك الملاعب اللي اتعملت وتطوير مراكز الشباب، لا، خطوات يعني هايله جدا حصلت في مجال الرياضه وفي مجال الشباب. وانت عارف حضرتك الشباب عصب البلد، فلما بنتكلم النهارده بلدنا امه شابه بتتكلم في 60% من الشباب. وانت حضرتك لما مدام عزه لما تتكلمي كمان ان يبدا ان القياده السياسيه تفكر في مراكز الشباب في الارياف، يعني زي ما حضرتك احنا بنشوف حياه كريمه، طبعا برضه حياه كريمه عمره في حد فكر في الريف المصري الا فخامه الرئيس. صحيح. لما نيجي نتكلم على مراكز الشباب حضرتك، لما تلاقي مراكز الشباب اغلب ملاعب مراكز الشباب نجيل صناعي واضواء كاشفه، مين كان يحلم يبقى كريفي عنده ملعب كوره ويلعب في اضواء كاشفه؟ عاوز اقول لحضرتك لا، في تطور في مراكز الشباب، في تطور في مجال الانديه. صحيح. يتعمل مدينه رياضيه في العاصمه. كان ايوه صحيح، مدينة رياضية مدام عزة في العاصمة الإدارية. هتبقى فخر لمصر، هيبقى في مجال إن احنا ننظم كأس عالم، ننظم دورة أولمبية. فأنا بقول لحضرتك لا، اللي جاي أحلى كتير يا دكتور ثروت، اللي جاي أحلى كتير. صح. ده احنا اللي حصل ده، وعشان كده بقول لحضراتكم إنه يعني بدأت النهاردة أحلى حكاية وطن من 9 سنين. احنا الفترة اللي جاية احنا مكملين مع حضراتكم أحلى حكاية وطن، لأنك لازم تتوقف أمام 9 سنين في تاريخ مصر، في تاريخ مصر، وهات كل الفترات اللي فاتت على مدار تاريخ مصر، واحسب 9 سنين دول اتعمل فيهم إيه. أنا حتى في حل عن إن أنا قارن، يا جماعة أنا لما بتكلم في الجزئية دي مش بتكلم في ان انا بقارن بمين عمل ايه ومين ما عملش ايه، لكن انا بقول انه في 9 سنين شوف من خلال الارقام، من خلال التواريخ اتعمل ايه في البلد دي. مكملين مع بعض مدام عزة، هي مش موضوع مقارنة ان شاء الله، احنا مكملين مع بعض الفترة اللي